أدرجته قائمة يوروبول كأخطر المجرمين المطلوبين في القارة العجوز. يتزعم عصابة غارغانو التي تتخذ من إيطاليا مقراً لها، أما الجرائم فتقشعر لها الأبدان وتحار اللغات في وصفها. فبالإضافة إلى تهريب المخدرات وحيازة أسلحة غير مشروعة، يقوم ماركو رادوانو ورفاق دربه القاتم بإطعام جثامين ضحاياهم للخنازير. أفعال مقززة دفعت اليوروبول إلى توصيفه بالقاتل الذي لا يرحم. هدأت نفوس الضحايا وهو يقضي حكماً في سجن بإيطاليا لمدة 24 عاماً، غير أنه تمكن من الهروب عبر ملاءات السرير، ربطها ببعض مشكلاً حبلاً أعانه على القفز من أعلى جدار مرتفع في سجنه شديد الحراسة قبل أن تقبض عليه السلطات الفرنسية في جزيرة كورسيكا.